اليوم احنا موجودين في كركوك بمهمة رسمية حكومية، لجنة عليا مشكلة بأمر وتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. أحد الملفات الحساسة التي عرضت على الحكومة العراقية ملف يخص كركوك ومواطني كركوك الذين لديهم ذويهم أبنائهم أحد أفراد أسرهم مفقود مغيب مجهول، فصار توجيه على المستوى إلى مستشارية الأمن القومي، وتشكلت لجنة برئاسة مستشارية الأمن القومي وبأعضاء من مؤسسات مهمة بالدولة إضافة إلى وزارة الداخلية في إقليم كردستان وجهاز الأسايش في محافظة سليمانية. اللجنة قبل ما تشرح في عملها حققت زيارة برئاسة مستشار الأمن القومي إلى محافظتي في الإقليم أربيل وسليمانية، وجرت تحاور والحديث المباشر مع الأخوة المعنيين في الأمر من سياسيين وأمنيين، وأبدت أربيل استعداداً كاملاً للتعاون مع اللجنة ومشاركتها بالمعلومات وتقديم كامل الدعم للبحث عن المواطنين الذين يثبت أنهم مفقودين أو معتقلين أو مغيبين. كذلك في السليمانية جرى اجتماع على المستوى مع اللجنة وبرئاسة معالي المستشار الأمن القومي، أيضا أبدى الأخوة في الاتحاد الوطني والأجهزة الأمنية في السليمانية الاستعداد الكامل. اللجنة اجتمعت الجلسة الأولى في بغداد في مكتب رئيس الوزراء وأسست إلى خط الشروع بالعمل. حقيقة جرى الاستلام يعني لقوائم أسماء بالآلاف، لكن ارتأت اللجنة أن تضع آلية جديدة للتعامل مع المعلومات الدقيقة من خلال استحداث استمارة وتشكيل لجنة فرعية في محافظة كركوك بإشراف السيد المحافظ، وتضم كل الأجهزة الأمنية الموجودة في كركوك إضافة إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان والمكاتب الخدمية الأمنية من الجنسية والجوازات والأجهزة الاستخبارية، لتعمل لمدة شهرين متتاليين. حدد اليوم الأول لعمل هذه اللجنة الفرعية يوم 15/11 في ديوان المحافظة، تستقبل كل مواطن وكل عائلة عراقية تدعي أن لديها مفقود، لديها معتقل، يعني تقدم معلومات كاملة وتفصيلية وفق ما مثبت بالاستمارة، ويجري بصمة وتوقيع وأمام أعضاء اللجنة. إذا أكملنا هاي الفترة خلال شهرين يعني نستلم العدد اللي هو نسميه العدد الحقيقي لكل الادعاءات الخاصة بهذا الملف، سنتعامل وفق إجراءات أمنية دقيقة وفق قرار وتخويل على المستوى حتى نصل، لا ينتهي عمل اللجنة حتى تصل إلى إجابة واضحة لكل مواطن عراقي، لكل عائلة عراقية قدمت إخباراً إلى اللجنة الفرعية. يجب علينا أن نجيبها عن مصير من حددته أنه مفقود أو معتقل أو مجهول، إجابة قانونية وإجابة مسؤولة من الحكومة إلى كل مواطنين في كركوك. هو أحد التزامات الحكومة حقيقة في متابعة شؤون المواطنين، متابعة متطلباتهم، متابعة الملفات الحساسة التي تثار بين الحين والآخر. أعتقد اللجنة التي تشكلت والتي بدأت عملها واللجنة الفرعية التي اليوم يعني بهذا اليوم المبارك تشكلت بشكل كامل وينطلق عملها في يوم 15، هي لجان جادة، لجان مختلفة عن سابقاتها، لجان مسؤولة. لا يمكن أن نتحدث عن بداية عمل دون أن نحدد نهاية وإطار زمني وإجابة واضحة للمواطن. لا أستطيع أن أتكلم بالتفاصيل أكثر من ذلك، ولكن أقول أن القرار الحكومي عالي المستوى ومتابع من السيد رئيس مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي ممثلة بمستشار الأمن القومي أو باللجنة التي تعمل برئاستها وتكليفي برئاسة هذه اللجنة. نحن بكل جدية والتزام ومسؤولية أخلاقية ومسؤولية رسمية أن نكون على قدر هذه المسؤولية بإجابة مواطنينا والبحث عن كل مواطن عراقي عائلته فقدته إلى يعني موقف مجهول، ونصل إن شاء الله إلى النتائج بإذن الله تعالى. شكراً.